اهلا بحضراتكم من جديد. وقبل ما ارحب بضيوفي لازم اقدم لانجازهم النهارده. يعني ابطالنا لعبوا من حوالي 3 4 ايام بطوله البحر الابيض المتوسط تحت 23 سنه اللي اتلعبت في مدينه الاسماعيليه، واللي كانت الحقيقه اول مره في تاريخ هذه البطوله تتنظم في مدينه الاسماعيليه. الحقيقه البطله اللي معانا والبطل اللي معانا هم عندهم اعمارهم 19 سنه، لعبوا تحت 23 سنه وخدوا الميداليه البرونزيه في رمي الرمح. ادي اول انجاز. نخش على الانجاز الثاني وهي البطوله العربيه اللي اتلعبت قبليها بشويه، و البطلة والبطل اللي معانا 19 سنة برضو أخدوا وكانوا بيلعبوا بطولة عرب تحت 20 سنة، فازوا بالذهب بأرقام جيدة جدا. يعني في من اللي حطم رقم وفي اللي جاب أقل من رقمه شوية، ولكن فاز بالذهب في البطولة العربية. لازم أرحب بضيوفي الأبطال الحقيقة اللي منوريني في الاستوديو. طبعا برحب بجيلان سيد، أهلا بيك يا جيلان، مبروك على البطولة العربية ومبروك على طبعا البحر الأبيض المتوسط. برحب طبعا بعلاء السيد نجم طبعا رمي الرمح وبطل العرب وبرونز بطولة البحر الابيض المتوسط. اهلا بيك علاء، منورنا. جيلان، يعني كنا بنتكلم قبل الهوا ان انت بتتمرني طبعا في النادي الاهلي وانت بنت النادي الاهلي، بس قلت لي ان انا بسافر الشرقيه اتمرن. طب احكي لي القصه ايه وازاي بتقدري تسبورت ده مع طبعا بعد المسافه وكمان عندك مذاكرتك، عشان نبين للساده المشاهدين قد ايه انتوا بتبذلوا مجهود. هو انا مش من كتير قوي كنت بتمرن في الشرقيه، يعني انا طول عمري كنت بتمرن في القاهره، بس قبل البطولة العربية بأسبوع أنا رحت الشرقية أتمرن مع كابتن نجيب وكابتن إيهاب عبد الرحمن. عشان يعني كابتن إيهاب بالنسبة لي حاجة كبيرة، كان نفسي مواني من زمان. خلينا بس نقول كابتن إيهاب عبد الرحمن، نفكر السادة المشاهدين، هو بطلنا الأولمبي ولاعب النادي الأهلي، بطل أولمبي كبير ويعني أحد نجوم العالم في رمي الرمح، وهو طبعا مثل أعلى لاثنين نجوم معانا. فهم بيتكلموا عن البلد أو المدرب اللي بيمرن كابتن إيهاب عبد الرحمن هو كابتن محمد نجيب، هو موجود في الشرقية. طيب قولي لي بقى، بتروحي ازاي؟ بتعملي ايه؟ بتتمرني كام يوم معاهم؟ هو انا معاهم بتمرن يومين في الاسبوع، بسافر بالقطر بقعد 3 ساعات وبعدين بتمرن وبعدين برجع تاني في نفس اليوم 3 ساعات كمان، برجع بالليل جدا، بس بيبقى تعب طبعا، بس يعني كله عشان دول بصراحه. ما شاء الله، دي ذهب بطوله عربيه وبرونز كمان الالعاب. طب قولي لي رمي الرمح، يعني انت بتلعبي قد ايه اللعبه؟ بقالك قد ايه بتلعبيها؟ انا بقالي داخله دلوقتي على 10 سنين او 11 سنه. وكنت طول عمرك في الاهلي؟ اه. طب ليه رمي الرمح؟ هو انا اصلا كنت بلعب هاندبول، فالكابتن شافني في ميه وانا بلعب هاندبول في الاهلي. اه. طيب دي حاجه جديده اول مره نعرفها. طيب وشافك فين بقى؟ في ملعب الهاندبول. ملعب الهاندبول. طب ليه مين اللي شافك؟ الكابتن مين اللي كلمك؟ هو كان كابتن عبد النعيم. اه. قال لك ايه بقى؟ فاكره ايه قال لك؟ وكان عندك كام سنه؟ انا كنت صغيره خالص. هو جه كلم بابايا الاول. بس فبعدين انا قلت اجرب. فجربت. عجبتك ولعبتي. طب خلينا نتكلم عن البطوله العربيه، مين كانت المنافسات؟ مشيت ازاي؟ مين ابرز المنافسين ليكي؟ رقمك ايه اللي حققتيه؟ انا الحمد لله كسرت رقمي، جبت 44 متر. رقمي كان كام؟ كان 42. ده اللي انت عملتيه في الجمهوريه مش كده؟ بس انت في البطوله العربيه جبتي ابعد 2 متر، ده كتير. كتير. طب ايه اللي حصل؟ هل ده يعني كان توفيق من ربنا ولا كان اعداد ولا؟ هو كان تعب سنين. فعلا عشان ازيد كل ده. وانت كنت عارفه ان هجيب الرقم ده ولا لا، هو انا كنت واثقه ان انا هجيب اول. بس ما كنتش متوقعه ان انا هجيب اكتر من رقم، يعني كان 44. طب شايفه الرقم ده حتى الان الدنيا كويسه؟ يعني شايفه الرقم ده كويس؟ راضي 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 تطلعاتك ولا في احسن؟ هو في احسن، بس كبدايه دي حاجه كويسه. ان شاء الله تجيبي اكتر من كده وتجيبي رقم اولمبي كمان باذن الله. ان شاء الله.